كشع. الله معك. خليك انت والشباب جاهزين، معقول يجد شيء الليله؟ ولا يهمك. صرت تعرف الطريق لفوق؟ مش صعبه. وايد الوجه، خليهم يعرفوا ان رهان ده حصان مش ممكن يخسر. مش راح اجاوبك طالما عم تقول ان حصان مش ممكن يخسر. رح اعطيك دفعه، بركي عايز شيء انت والشباب. في معي ولا يهمك، نتحاسب لما تخلص العمليه. خد بركي الشباب معاوزين. ناطر تليفونك. بعدك مثل ما انت، المال عدوك. فراس؟ هاي نبيل. كيفك فراس؟ شو أخبارك؟ ما في شي جديد؟ أكيد عم حضر، وكنت رح أتصل فيك تيجي تشوف ونبلش نكبكب خبر كالعادة. خلص ولا يهمك، بمرق وشو بدك أنا بأمرك. سوري ما عرفتكم على بعض. أماني فراس. هاي أماني. هاي. على فكرة فراس بيصورني كل العرضات. أماني عم تعمل تريننج عندي. عود معنا شوي. لا ما عليه، ما بدي ازعجكم، بعدين ناطر ناس. تشرفنا أمان. بحضرتك. وين كنت كل النهار؟ اتصلت فيك خطك مسكر. كنت عم تعرف على الشغل. ولو كماما اتصل فيي، شغلت اللي بالي. حقك علي، بعتذر. خبرني عن هالشغل ومع مين؟ مع رودي. وشو نوع الشغل؟ استيراد وتصدير. استيراد وتصدير؟ يا ابني أنا ما بعرف صاحبك رودي منيح، كل شي شايفته مرة أو مرتين. بعرف إنه صاحبك وبتحبه، بس ما على علمي إنه عنده شركة استيراد وتصدير. فتحها من جديد وأنا رح ساعده، وبمعاش محترم. عزاويك أم يوسف. الله يوفقك حبيبي. برأيك أنا بنفع لتصميم الأزياء؟ بتلاقيني موهوبة؟ انت مش بس بتنفعي، انت خلقتي لتصميم الازياء. ليه هلا عم تسألين عن هالشيء؟ مجرد سؤال. عم فكر اعمل خطوة بالمجال، شارك بفستان أو بفستانين من تصميمي، شو رأيك؟ بدها رأيي؟ ما تترددي، جو أهيد. هاي فراس. هاي رولا. بدك شي ماما؟ أنا رايح شوف الشباب، بركي تدبرهم بالشركة عند رودي. الله يوفقك ويوفقهم. مش رح اتاخر. الله معك حبيبي. مرحبا ست دنيا. أهلا ابتسام. إذا مشغولة برجع بعدين.
ولو شو هالحكي اهلا وسهلا فيكي، تفضلي. شو بكي زعلانه؟ اجا صاحب موتور الاشتراك وقال انه بده يقطع لي الخط لانه صار مكسور علي شهرين. دخيلك يا سيد دنيا، الاولاد ما فيهم يدرسوا على العتم. خلص ما بقى تكفي. قديه بدك؟ شي 200,000 ليرة، وآخر الشهر برد لك اياهم. ولا يهمك. الله لا يوفقهم أصحاب هالموتورات، ما في بقلبهم رحمة. دقيقة راجعة. والله ما إلي غيرك. عيب هالحكي يا ابتسام، ناس لبعضها. هيدول 280,000. بدي بس 200,000، والله ما بدي غيرهم. ابتسام خدي المصاري وبلا كترة حكي. ناس لبعضها يا ابتسام، وإذا عزت شي ما تروحي عند حدا، دغري لعندي. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. الله يخليكي بصحتك ويرد عنك وعن ابنك. آمين يا رب. بخاطرك وما تواخذيني. أهلا وسهلا فيكي. عزبتني لهون كرمال تفرجيني وحده بتعجبك واللي حقها من محل لمحل؟ من عقلك نقعني هون حتى تتصبب عليها؟ شو رايك فيها؟ شو رح يهمك رايي ما زلت انت هالقد عجبتك؟ بعدين مين هيدا اللي معك؟ كأني شايفته. لك هيدا نبيل خليل مصمم ازياء، اكيد شايفتي. قومي حتى اعرفك عليه. قوم لنفل لاني كثير مشغوله. حلوه مش هيك؟ لك حل ايامك. متر؟ مثل ما قلت لكم منجري، لينا حالنا مرتاحين منكمل، ما لينا حالنا مرتاحين منترك، ما حدا بيجبرنا نبقى. انت اجتمعت بالجماعة كيف لقيتوا؟ بينشغل معهم. طالما بينشغل معهم لشو لنجري؟ عليهم. قلت منجري لأنه ما بدي ورطكم بشي يمكن انتم ما بتحبوا تكفوا فيه. نحن معك على الحلوة والمرة، واللي بتحبه نحن منحبه. والدفع كيف؟ ما حكينا بالموضوع، بس حسب ما فهمت من رودي في مصاري. وامتى بدنا نبلش؟ حسب الالو من رودي. اوكي اسكندر، هلا بتصل بجو. باي. ايه رودي؟ وينك؟ بالحي. اتصل فيه اسكندر الهيئة العملية الليلة. مروق خد الشباب وطلع عند ألان ناطركم. وانت مش طالع معنا؟ لا انا رح انطركم مطرح تاني. ناخد معنا سلاح؟ اذا بدكم. هي ساعة لازم نكون فوق. كل ما بكرته وكل ما بيكون احسن. اوكي يوسف. نعم. ما بدي وصيك ولا يهمك. منطلع اتصال. باي. يلا شباب جهزوا لي حالكم، عنا شغل الليلة. هيدا أسرع شغل شفته بحياتي. ما حدا بيعرف ساعة الرزة أنت بتوصل. عم تحكوا كأنكم رايحين تقطفوا مصاري من بستان أبو مرعي. شباب نحن فاتين بشغل ما بنعرف عنه شيء، ومع ناس عدا عن رودي أول مرة بنلتقي فيهم، فلازم نكون جاهزين لكل الاحتمالات
وممنوع الغلط. مفهوم؟ مفهوم. بحكيكم بلكم وين بنلتقى. يلا. باي ابو سامي. الله مع الشباب. أي متى بدي اشتغل معكم؟ بيجي الغرب. شو عم بفكر الشيخ فاتح؟ الشيخ فاتح عم بفكر ببنته اللي بحبها وين رايحة تسهر ومع مين. ماشي عشا شغل أنا وشادي. بعد ما وصلنا لاتفاق بالنسبة للمساكن الشعبية عم بحاول علي السقف قد ما فيه تشوف لوين بيوصل. يعني إن شاء الله ما يكون مثل بيو يتمسكن حتى يتمكن. هول جميعا ما عندهم قيمة لشي إلا المصاري. وإذا جيت لرأيي بلا هالمشروع من أساسه يلي عرضوا علي لحد هلأ كتير منيح ولمصلحتنا. بس عم جرب أخذ أكتر. مش أنت هيك علمتني؟ بنت بيك طبعاً. بدك شي ماما؟ أنا رايح على الشركة. رودي نطرني. في شوية شغل بدنا ننهي أنا والشباب بهالليل كماما؟ أي شركة بتفتح بهالوقت؟ ما لأنه مبلشين جديد بدنا نتعب شوي بالأول بعدين بيمشي الحال. هالشركة مش فايتة براسي. يوسف شو عم تشتغل أنت ورودي والشباب؟ شك مش قلة ثقة، في فرق بالمعنى. خايفة تكون مخبى شي علي حتى ما تشغل لي بالي عليك. من منطلق اني بسمع عن رودي وعن شغله وبتمنى تكون فهمت. ماما انا ابنك، ابن الست دنيا وابن المختار سليمان ابراهيم. شو ما عملت ومع مين ما اشتغلت ما ممكن اطلع من ذاتي. تصبح على خير. الله يكون معك ويرافقك يا حبيبي. كم مذكر التوقيف صار في بحقك؟ ما عاد متذكر. كلهم بنفس التهمه؟ ما بعرف، بس في مذكرات كثير بحقي وانا بريء منها. بريء منها؟ وكيف بيتهموك فيها اذا بريء منه؟ في مهربين صغار بيكمشوها ولما بيحققوا معهم حتى ما يكشفوا اسم اللي عم بيتعاملوا معهم بيقولوا اسمي. مثل ما عم بيتعاملوا معك ليه بدهم يقولوا اسمك؟ بما اني المطلوب رقم واحد جسمي صار لبيس لكل انواع التهم. يعني فينا نقول انه عم بيتجنوا عليك. طفي جبتك كل شيء ونزلي. ما رح انزل، بنصحك انتم بسلاحك كلها. ليه بننزلي بلا كثرة حكي؟ انزلي. عم بيعيبك شو بالاخلاق؟ لك انزلي.
عجل اجي حدا. جسديني ولا صار لك شيء؟ شو معقول يصير لي أكثر من هيك؟ جزين الكليب في كل اوراقي والكريدت كاردز والسيلولار. بسيطة، منيح ما صار لك شيء. بعطيكي سيلولاري اذا بدك تتصلي باهلك بحي الله حدا. لا مالي، بلا ما اشغل بالحدا بهالليل طالما انقضيت على خير. رح رافقك بسيارتي لتقطعي هالمنطقة وتوصلي على الطريق العام. ما بدي اعذبك معي، بكفي انك خلصتني من هالزعران. معقول البلد فلتاني بهالشكل؟ ايمتى بدها تزبط؟ بدها وقت بس بتزبط. بعتقد التقينا قبل بمرة. أنا اللي قعدت على طاولتك بالغلط. هيتك ما نسيت. هلا انتهى الموضوع ونسيت. جيهان. جو. يلا رح أمشي وراك. هاي صبايا. هاي. سوري بس في اخذ لكم صوره للمجله. ايه بس بدك تطول بالك لنظبط شو جمالنا. معلي صورهم لالهم، انا ما بحب اطلع بالمجلات. طيب خليكي قاعده بصورهم بدون ما تطلعي بالصوره، ما تتعذبي. لا معلي، هيك بتصورهم على راحتك. طيب خليني اخذ لك صوره احسن ما يزعل نبيل. مهضوم. أجيلي. اوكي، لكن علن ربيشكن مثل محطات البنزين لشوف. هيك تمام؟ تمام. بتجنن.
روعة. مرحبا. ليه تأخرت هالقد؟ صار معي حادث. حادث؟ مع مين؟ اطلعوا هلا بخبركم. هيدا اللي صار معي. الكلاب الزهران عاملين شغلتهم بالليل وبالنهار وما حدا قادر يحاسبهم. بلا في مين يحاسبهم؟ صاحب السيارة اللي رجعها بده يحاسبهم. بعد في زل أكتر من هيك؟ شو اسم الشاب اللي ساعدك؟ جو. جو شو؟ ما بعرف. خبرتي بيك عن الحادث؟ لا شادي، ما بدي هي يعرف، لأنه ما بعد أخلص. بصير بده يبعت معي مرافقين وبتقوم الدنيا ما بتعود تقعد، فالأفضل ما يعرف بالمرة. مثل ما بدك جيهان، بس حادثة مثل هاي مش لازم تقطع هيك. عم شو الخبرية هي؟ منيح اللي طلعت بطريقة وقال لك كانوا قتلوها أو اغتصبوها. كله وارد. ما بعرف شو اللي خليها تاخذ هيك طريق وبالليل. هلا أنا قعدت على الطريق. مهني بعز نهار وعلى عينها كتاجر عم يسرقوا الناس. شو عم تحكي يا زلمة؟ الإعلام بضخم الأمور. معك حق. الإعلام متحيز ضد اللي عم يسرقوا سيارات. وشو اسمها سعيدة الحظ؟ جيهان. من أي عائلة؟ والله ما سألتها. مع انه التقينا قبل بمرة. وين؟ بكافيه كنت ناطر رودي وفادت هي. شفته قاعد على طاولتي وعصبت، ولما سألت المتر ليه هيدا قاعد على طاولتي؟ ترك الطاولة وفر. هيك التقينا أول مرة. قولي لي هيك من الأول. لكن هو بيكون عامل هالفيلم ليرد لك إياها وعلى طريق. ولو معقول كلمة هيك بهدلني بهالطريقة؟ فكري فيها جيهان. بتلاقي انه يلي صار معك حادثة مركبة هو وراها. لا ما بصدق. مش معقول كلمة طلعت مني تخلي انسان يعمل هيك، الا اذا كان معقد او مريض نفسيا او اخذ بالمرة. بده يكون في كل هالصفات، لانه من بين كل الناس مش ممكن يسائب هو بالذات مارق من هونيك ويعرض حياته للخطر ويطلع قدامك بطل، الا اذا كان طبخها ودرسها معهم على الاخر. أكيد هلا بتكون ندمانة على كل اللي عملته معك. شكلها مش من النوع اللي بيندم. مع انها اعتزلت بس على الماشي. يا لطيف كيف ثابت انت بالذات تكون مارق من هونيك؟ لك اذا جيت تركبها ما بتركب. جبل على جبل ما بيلتقوا، بس بني ادم على بني ادم بيلتقوا. شو هيك بيقول مثل تخلات؟ ما في مثل انقال كذب. وجيهان حلوه، بتستحق الواحد يخاطر كرمالها. كثير حلوه. بس اللي مثلنا على قد حاله مش ستيلا. تسمحي لي أعزمك على كاس على البار؟ باردون؟ إنه في مشكل إذا عزمتك على كاس؟ أكيد في مشكل. طيب بقدر أعرف شو المشكل؟ بركي هلأ بحله؟ ما فيك تحله، بس فيك تحل عني. إنه عزمتك؟ فيك تقولي ميرسي؟ ما بدي هالقد. أوكي ميرسي، الله معك. إيه؟ قولي هيك من الأول.
إذا ما خليتك يا عصام تندم على الساعة اللي نقلتني فيها على القضائيات. الله لا يخلينا. هيدا عملية صغيرة، ما بعتقد رح يكون فيها مشاكل. طلبناكم لتعرفوا كيف بيكون الشغل. وشو فيها هالتهريبة؟ دخان صيني من ماركات معروفة. نحن شو دورنا؟ بتوصلوا الحمولة على المخزن، كل واحد منكم بيتحمل مسؤولية البضاعة في حال صار في حاجز طيار أو كبسة من الأمن. كيف يعني كل واحد بيتحمل مسؤولية البضاعة؟ يعني ما بيجيب سيرة المصدر أو صاحب البضاعة، كل واحد هو مسؤول عنه. ماشي خلص تكرر ماشي مع السلامة. وصلوا شباب، افتحوا الباب. ألو شيخ، وصلوا شباب. برافو عظيم اسكندر. كروم الشباب قد ما فيك خليهم يرغبوا الشغل اكثر ويعرفوا قيمه اللي عملوه. هيك رح يصير شيخ. بدك شي غيره؟ سلامتك. شو بابا مبين بعدك سهران؟ ايه حبيبي، ناطر عمك عبد الله في شغل صغيره بدي اخلصها معه. بدك اعمل لك شيء قبل ما نام؟ بدي سلامة عمرك يا احلى بنت بالدنيا. طيب تصبح على خير. وانت من اهلك. باي بابا. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. جو، ما بعرف شو اتفاقك مع رودي، بس الشيخ فاتح حابب يعمل معكم جاست وكلفني اهتم بالموضوع. هودي 10,000 دولار إلك وللشباب. أنا بشكرك وبشكر الشيخ فاتح. بيطلع لكم كل واحد صندوق دخان كبير، ظبطوا حالكم فيه. رودي، لقيني على روسيا الليلة سهرة للصبح. مساء الخير شافي. على رئيس عبد الله. طمني. اطمن، العصفور صار بالقفص. بعتقد التقينا قبل بمرة. أنا اللي قعدت على طاولتي في الغلط. هيتك ما نسيت.
هلا انتهى الموضوع ونسيت. جيهان شو؟ يلا رح امشي وراك. خدوا المصاري وتقسمون بين بعضهم. انت بتقسمون، خد قد ما بدك واعطينا الباقي. هول من اللي قالكن، وشو بيطلع من رودي فوقن كمان. لا شو هالحكي هيدا؟ ولا ممكن نقبل. انا هيك قلت. شباب انا بعرف وضع كل واحد منكن. ماريو انت بيك مريض، وانت زياد عندك اخوة صغار ومكسور قسط المدرسة عليهم. طارق امك ارملة مثل امي، فرح قلبها بشهدية مثل الخلق. تصبح على خير. سكرتير التحرير خلي الحق ينزله قبل بكره. حادثتنا بدي هنيك على فيلم امبارح، هيدا بيدل على انك لص بامتياز. ما بعرف شو ممكن جاوبك. مش عارف اذا عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حدا غيري. لحد هلا ما فهمت عليك شو بتقصدي. لا فهمت علي منيح شو بقصد، مثل ما انا فهمت عليك ليه امبارح لعبت دور البطل. فيك تفسري لي وين الغلط باللي صار امبارح؟ وين الغلط إذا الظرف فرض علي ألعب دور البطل؟ يلي عم تسأله بأكد لي إنه عندك ازدواجية من ناحية الفهم، وعندك انفصام بالشخصية من ناحية التصرف، وإشكالات نفسية من ناحية التعاطي مع الآخر. لحد هلا مع كل هالتحاليل النفسية والبسيكولوجية ومن كل هالإشكالات والتعابير السلبية، بعد ما فهمت شو عملت معك غلط حتى أستحق مني كل هالمحاضرة. هيدا لأنك معقد وما بتفهم إلا بلغة الأذى.